مساء الخير واهلا بحضراتكم. في الفترة اللي فاتت بدأنا نسمع كتير عن جدل حول قانون الإيجارات القديمة أو قانون إيجار الأماكن كما هو يعني معروف أو متعارف عليه بشكل واضح. طيب هنتكلم في الموضوع ده النهاردة، هنتكلم في قانون الإيجارات القديمة، هنتكلم فيما يطرح من قبل مجلس النواب أنه هيكون في تعديل بتقوم به لجنة الإسكان الآن في مجلس النواب، وأن ده هيطرح في الدورة الثانية إن شاء الله. هنتكلم أيضا مع وجهتين نظر، وجهة نظر خاصة بالملاك اللي عندهم شكاوى من هذا القانون، اللي بيطالبوا بتعديله، اللي بيطالبوا بتعديل الأوضاع، وهنتكلم أيضا عن ممثل عن المستأجرين اللي هم أيضا لديهم مطالب واللي هم أيضا لديهم تخوفات من هذا القانون. هنتكلم مع الطرفين ونحاول نفهم ليه كل هذا الحديث عن هذا الأمر بيتزايد في الفترة، فهو بقاله فترة ولكن يمكن مؤخرا بدأت النبرة تعلو مرة تانية، يمكن مع الإعلان من قبل البرلمان عن وجود نية للتعديل ولعرض تعديل على هذا القانون. اسمحوا لي ارحب بضيوفي الموجودين معايا، الاستاذ عمرو حجازي وهو نائب رئيس جمعيه حقوق المضارين من قانون الايجار القديم. مساء الخير يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. والاستاذ المحامي محمد عبد العال، المحامي بالنقد والاداريه العليا والمستشار القانوني لمركز الحق في السكن. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وفي البدايه عايزه حضرتك تكلمني عن حجم هذا الموضوع او حجم الايجارات القديمه اللي موجوده عندنا في مصر، هل عندنا حصر تقريبي او رقم تقريبي ليها؟ يعني مبدئيا اسمحي لي ان انا اشكر حضرتك وفريق الاعداد على الدعوه الكريمه. شكرا يا فندم. واثاره قضايا اعتقد انها بتهم قطاع عريض من المواطنين. فيما يتعلق بالاحصائيات، يمكن انت عارف حضرتك الاحصائيات في مصر تعدد جهاتها وعدم ضبط عناصرها قد تبدو خادعه، لكن فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم آخر إحصاء لوزارة الإسكان قالت أنه الشاغلين الفعليين للوحدات القديمة اللي هي السكن، أقصد السكن مش أي نشاط آخر، 2.4 مليون أسرة، وبالتالي احنا بنتكلم عن متوسط ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن، هذا من حيث النظر. اسمحيني أنا أحيانا واحيان كثيرة يعني ابقى مندهش لما يحصل كلام على تعديل قانون الايجارات القديم اللي هو فين، يعني انه محكمة النقض عبر يعني ما يزيد عن 19 حكم، او المحكمة الدستورية اقصد عفوا، عبر ما يزيد عن 19 حكم فرغت هذا القانون من مضمونه بحيث انها الغت العديد من المواد، واصبح في كثير من المواد اتسمت بعدم الدستورية. فاحنا بنتكلم الحقيقه على قانون تقريبا مش موجود، ده من حيث النص القانوني. ثم من حيث النص الواقعي احنا بنتكلم عن علاقات ممتده منذ زمن وفي مآلها الى الانتهاء، لانه الامتداد اصبح لمره واحده، وبالتالي احنا بنتكلم على مستاجرين هم في الحقيقه ممتد لهم مش مستاجرين اصليين. ثانيه واحده، حضرتك بتقول لي ان الامتداد اصبح بالفعل لمره واحده، يعني يتورث مره واحده. لا، ده اللي تقصد، يمتد غير التوريث، لان التوريث والميراث في مفهوم يعني في الذهنيه الجمعيه والشرعيه دي مساله انتقال ملك. لا يا استاذ محمد، هو توريث. يعني ايه؟ طب اشرح لنا ايه اللي بتقصده بيمتد لمره واحده؟ عشان دي في طرح خاطئ للمساله. طيب قول لنا يا استاذ محمد، ان ايه يتمدد لمره واحده؟ المحكمة الدستورية العليا في 2002 لما قررت إلغاء المادة التي تؤدي إلى تأبيد ما يسمى امتداد العقد الإيجار إلى ما لا نهاية، فقالت أنه هذا مخالف للقواعد العامة وأنه الامتداد فقط لمرة واحدة. وحصلت هذا من شخص لشخص يعني؟ لا حصلت هذا السؤال ده مهم جدا، مش من شخص لشخص. ما هو أنا عايز أنبسطها للمشاهد لأن هو مش فاهم امتداد. هو امتداد يعني إذا انتهى عقد الإيجار للمستأجر الأصلي. أيوة. سواء بالوفاء أو الترك. أيوة. يمتد لمن يقيم معه في العين، وحصلت الإقامة فيما يسمى الأسرة، يعني الزوج والزوجة والأولاد فقط. وبالتالي هنا احنا بنتكلم على من حيث الامتداد الزمني علاقات إلى ما قالها إلى الانتهاء. يبقى في القانون الحقيقة ضمانتين رئيسيتين، هو دول اللي بنتكلم فيهم، وأعتقد ده محور الكلام. الامتداد اللي هي كانت الضمانه الاولى اللي انا كلمت حضرتك عليها، والضمانه الثانيه اللي هو تحديد القيمه الايجاريه. من حيث المبدا، وعشان اكون منصف،
انه اه طبعا محتاجين تعديل، اه محتاجين تعديل، لكن هي الفكرة يا أستاذة ريهام التعديل من اي منطلق ومن اي انحياز. ما اعتقدش انه في حد مختلف على انه في احتياج للتعديل، لكن يبقى وخاصة أعضاء مجلس الشعب، ودي المهمة اللي أنا بقول لا إنها ملقاة عليهم، أنتوا لما تعدلوا أو ناويين تعدلوا هتعدلوا من أي منطلق ومن أي انحياز؟ باعتباركم برلمان للشعب ولا أعضاء برلمان عندكم توجهات اقتصادية تؤدي إلى تعديل بيمس قطاع عريض من الناس؟ ده السؤال. طيب بس يعني ايه نواب للشعب؟ ما هو المالك شعب والمستاجر شعب. اه بس ان لما نتكلم على الشعب بمعنى انه قد يبدو الكلام خارج نطاق الحلقه، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ انه انت عندك البرلمان ده ممثل لثوره مصريه كانت اولى مطالبها العداله الاجتماعيه، وبالتالي المطلوب من البرلمان اولويات تمثل او تحقق العداله الاجتماعيه على مستوى الواقع. وهو ده الانحياز اللي انا بتكلم فيه فيما يتعلق برؤيه التعديل. تمام يا فندم. طيب انا هروح للاستاذ عمرو. طيب يعني يمكن في نهايه كلامه كان الاستاذ محمد بيقول انه في النهايه ما حدش معترض انه القانون محتاج تعديل، حتى في بدايه كلامه كان بيقول ان القانون تقريبا ما بقاش موجود، فبالتالي المشكله هنا فين؟ انتم متفقين هنا ان القانون محتاج تعديل؟ لا مش متفقين. لا طبعا القانون محتاج الغاء وانهاء العمل به تماما، لان هو في الاساس كان وضع استثنائي، والاستثناء المفروض يكون الى زوال بزوال السبب. والاستثناء اساسا المفروض لا يزيد عن 3 سنوات او ان يزول السبب ينتهي. ده رقم واحد. بس انا كنت حابب اناقش الموضوع، الموضوع ده له عده محاور. وانا يمكن بشوف ان في 4 محاور اساسيه له. محور سياسي، محور اجتماعي، محور قانوني، محور اقتصادي. لو رحت للمحور السياسي فحاجد انه المفسده بعينها، لانه بدايه استخدم كرشاوي انتخابيه. وبلاش اروح للبدايه من زمان. بدايه امتى يعني؟ زمان اول ما شرعوه، اول ما ابقوا عليه. رشاوي انتخابيه قديما ولا حديثا؟ ما انا هقول لك حديثا ازاي بقى؟ حديثا يعني النهارده لما يجي لما يجي مسؤول رشاوي انتخابيه في هذا البرلمان؟ لا لا بيقول زمان وقت ما وضع القانون. ولكن لما يجي لي مسؤول يقول لك انا مش قادر اقرب من هذا القانون خوفا من اني اغضب السواد الاعظم من الشعب كما يعتقد، رغم النهارده هو لو عنده 12 مليون ساكن قانون قديم عنده اكتر منهم ملاك. مين اللي قال مش هنقرب من القانون يا فندم؟ ما هو البرلمان نفسه اعلن انه في الدوره اللي جايه هيبقى في مناقشه للتعديل. أنا بصفه عامه كويس، بصفه عامه، لان الحقيقه احنا اتناقشنا مع برلمانيين واتناقشنا مع مسؤولين كويس، فكل يقول لك ايه لا ما تقربش، لا ده عيش الضبابير، لا ده كذا. الحقيقه ان انت لما ما تقربش وما تحاولش ان انت تقتحم هذا الموضوع خوفا على شعبيه او على غضب ناس او الى خلافه فده مفسده. خلينا نروح للنقطه الثانيه عشان الوقت. المحور الاجتماعي ده مضلله. ليه؟ لان هنا بيجي الغني يختبئ في عباءه الفقير، يقول لك الله هتعمل القانون عشان خاطر الفقير، وناس ان في ملك فقير. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ ملك فقير ازاي والمالك ده يملك هذا العقار يا فندم ويملك هذه بيلم منه ملاليم، بيلم منه ملاليم. يعني لما يبقى عقار 10 ادوار بيدخل 40 ولا 60 جنيه. الله ده ما يكفوش اي حاجه. هي الايجارات تتراوح يعني من اول ايه لغايه ايه تقريبا؟ في حاجات بتتراوح من اقل من جنيه. في اقل من جنيه لغايه النهارده؟ اه اه اه. وفي حاجات بتصل لغايه 150 اقصى حاجه يعني في الايجار القديم اقصى حاجه كام؟ 180 جنيه وحاجات كده، اللي هي الفتره اللي كانت في التسعينات. يعني اقصى حاجه كام؟ نقول 200 جنيه ولا في اكتر من كده؟ لا لا ما توصلش 200 جنيه. حتى ما توصلش ال 200 جنيه؟ لا. ما صدقتنيش الحقيقه. فبتقول انه رغم ان هو مالك لكنه فقير يعني؟ بالظبط يا فندم. فهنا النقطه دي فيها، تعالي بقى على مين بيتكلم؟ الغني. طب تقول له يا سيادتك سيب الفقير على جنب وحرر انت.
انت لست في حاجه لهذا العقار، يقول لك الله تعتبر قانونين. فهنا ده الضرر بعينه لو اتناقشنا منه من خلاله. تمام. خلينا نروح بقى للمحور القانوني وهتعرض هنا للدستور. الماده الثانيه هو مخالف ليها، لان جميع لان الشريعه الاسلاميه قالت ان هذا حرام. بجميع راي الفقه مش الشريعه الاسلاميه، عشان بس المسائل ما تطلع. جميع الفتاوي اللي صدرت لا لا بتقول ان هذا. دكتور نصر فريد وصل قال انه باطل. دي فتوى كلهم يا فندم، كلهم يا فندم بالاجماع قالوا ان هو حرام، وان هو حرام زي لما اقول رايي في فيما يتعلق في وهو في الحقيقه اكل اموال الناس. إيه رأيك بالباطل؟ ايه رايك في شرب الخمر يا استاذ محمد؟ هذا حكمه حرام، لكنه في حاله الضروره ها يكون من الجائز شرب. تمام. طيب هرجع لا اصل معلش استاذ محمد، الانطلاق الانطلاق. طيب انا هرجع لحضرتك النقطه دي خطيره. لا لا جدا. هي نقطه مهمه، ما دخلناش فيها. هي فعلا يعني انت بتدخلنا في دايره حمراء. طيب خلاص خلاص، خلينا ننتقل للي بعدها، الجزء الاجتماعي اللي بعد الاجتماعي. هو قيد حريه المالك في التصرف في ملكه. المالك ده له ملك يجب ان يستطيع ان يتصرف فيه. انا النهارده لو جيت ابيع عقاري وفي ساكن، هبيعه بقيمته ولا بنسبه ضئيله من قيمته؟ او يجي الملك المستاجر يقول لي هدفع لك تلت قيمته؟ ده اهدار لحقي، حقي اللي هو منصوص عليه في الدستور. كويس. تعالوا نروح النقطه اللي بعديها، حق الارث، حق معطل. انا المفروض لما بورث حاجه المفروض ده انا استفيد بيها. لما ابص الاقي نفسي بيجي لي منها 5-6 جنيه اعمل بيهم ايه؟ كويس. لما اجي ابيعه برضه ما انا مش عارف اتصرف فيه، ما هو ملكي اللي انا ورثته، اللي يمكن لو في جيبي 2 جنيه واحد انا ورثه وواحد انا اسيبه من عملي، الاكثر حلالا هو اللي انا ورثه، لان ممكن يكون مشكوك في اللي انا كسبته من عملي. تمام. طيب لسه يا فندم، اهدار حق الساكن في السكن الامن الملائم. ليه؟ لان العقار ده النهارده بيعملوا له صيانه. كم عقار ده لسه امبارح لسه بيخلوا عقار في اسكندريه. كم عقار وقع على الناس؟ انت عندك مئات العقارات بتقع على رؤوس سكانها، وتطلع من عندك حالات مشرده. فين حق السكن الامن الملائم اللي منصوص عليه في الدستور؟ هل انا كده احترمته؟ انا ما احترمتوش. كويس. لما اجي ابص الاقي ان هو الدوله هي اللي المفروض بتكفل حق السكن، ما قالكش ان مواطن يكفل حق السكن لحد. طب لما النهارده الدولة ما كفلتش، الدولة رمت الموضوع بكامله على عاتق مواطنين بأعينهم. كويس؟ ده ينفع؟ كويس؟ تعطيني الأخذ بالأبحاث العلمية. لا مش الدستور بتاعي بيقول لي خد بالأبحاث تمام. العلمية. طيب يعني هي يعني دي فكرة عامة مش هقدر أقول كله. لما أجي أروح للمحور الاقتصادي أبص ألاقي إن هو بيعطل على الدولة ضريبة الدخل من الضريبة العقارية. بيعطل على المالك الانتفاع باستثماراته. كويس. بيصعب الدنيا على هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا. واحد دكتور صيدلي مأجر صيدليه من زمن الزمن ب 70 جنيه، وجاي جنبه واحد تاني يفتح، شاب جديد جاي يفتح صيدليه، ده بيبيع الدواء بسعر ده، بس ده بيدفع كام في القانون الجديد اللي سبب ارتفاعه بقاء القوانين القديمه اللي حرصوا على بقائها. كويس. او لو كان هيشتري تمليك. تمام. فاذا مفيش حتى المساواه ما بين الاثنين. ارتفاع اسعار طيب. العقارات في مصر سببها بقاء هذا القانون. طيب اسمح لي عايز اروح للاستاذ محمد عبد العال. استاذ محمد، يعني خدنا فكره افتكر مفصله من الاستاذ عمرو عن اعتراضاتهم على هذا القانون. هو بيقول لك القانون مش محتاج تعديل، القانون محتاج يتلغي من اساسه. ما هو هو ده هم شايفين ان في ظلم باين له كمالك. هو ده المنطلق اللي احنا بنتكلم منه. اسمح لي بس فيما يتعلق بالحجج التي طرحها سواء بشكل عام او بشكل خاص، ايه بقى ذنب المستاجر في كل اللي قاله على المستوى السياسي والاقتصادي يا فندم؟ انا ما عنديش مشكله مع المستاجر، انا مشكلتي مع القانون. اسمعني اكمل فكرتي. يعني اقصد فيما قلته انت بلسانك، ايه هي الخطا اللي وجهه للمستاجر عشان ننطلق من فكره ان المستاجر ده ظالم؟
انت بتتكلم على ظروف سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وتشريعيه. هو بتكلم عن القانون مش خالص، انا بتكلم على القانون يا استاذ. اولا ما تحاولش يا استاذ محمد انك تحطني في دايره ان المستاجر ان انا بتهم المستاجر. دي كانت مقدمه. لا لا خالص، لا خالص. اذا المستاجر ليس المستاجر ما هو الا واحد استغل القانون اللي محطوط له اللي الدوله شرعته له. متفقين على كده؟ انا مشكلتي في القانون. متفقين على كده يا استاذي؟ في القانون. طيب ما تاخدش الكلمه بقى، سيبني اول. اتفضل يا فندم. على كده؟ وكويس. إذا أنت عندك علاقة مشوهة نتاج لسياسات فاسدة من الدولة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ظلم طرفيها، مش كده؟ مش كده؟ صح كده؟ تمام، اتفضل. أنت بقى النهارده جاي بتقول الطرفين مظلومين بس أنا عايز أنهي العلاقة، فتزيد ظلما على طرف دون طرف. أوكي؟ إحنا بنتكلم في إيه؟ أولاً القوانين اللي قال عليها الأستاذ عمرو ليست استثنائية. ليه؟ لأنها صادرة عن مجلس الشعب. عندي قانونين اللي هما القانون لجرات القديم دول 49 لسنة 77 و 136 لسنة 81. كلام سليم. صادرين عن مجلس. منبتهم كان ايه يا استاذ محمد؟ انا مش هكمل. طب لا خليه يكمل بعد اذنك يا استاذ عمرو. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. فانطلاقا من فكرة انه دول قوانين استثنائية صدرت في ظروف استثنائية وانها طبقا للمفهوم الاقتصادي الشمولي الاشتراكي، دي مش صحيحة. دي قوانين صدرت بدءا من 77 81، يعني انت بتكلمني حضرتك على فتره ما يسمى الانفتاح الاقتصادي وتوجه الدوله الى مفهوم الراسماليه في الاقتصاد. وبالتالي ليس قوانين استثنائيه، دي قوانين صادره عن السلطه التشريعيه. فكره الاستثناء فيها عشان يعني نسمها بالشبهه وبالتعسف، دي فكره على مستوى الواقع والتشريع مش صحيحه. هذا امر. الامر الاخر فيما يتعلق ب الحجج الاساسيه، احنا بنتكلم على علاقة نشأت في ظل قانون كان على علم به كل من طرفيه المالك والمستاجر. احنا النهاردة لما بنتكلم من سنة 77 الى صدور القانون الجديد اللي هو سنة 96، قانون الايجار الجديد اللي انا بعتبره جريمة في حق الشعب المصري. الفترة دي المالك ده مش اقدم على البناء وهو يعلم ان هناك ثم قوانين بين قوسين بيسميها استثنائيه الاستاذ عمرو، وبالتالي بتحد من حقه على ملكيته وبتحد من القيمه الايجاريه. اذا لم يكن يقدم على البناء الا اذا كانت تمثل له قيمه اقتصاديه. اللي هو ايه بقى؟ انا النهارده جاي بقول ايه؟ السؤال اللي حضرتك المهم اللي حضرتك سالتيه هو ايه القيم الايجاريه بتتراوح عن ايه؟ ليه؟ لانه انا لما اتكلم عن القيم الايجاريه بالقوة الشرائية للعملة النهاردة هيبقى فيها ظلم. ليه؟ لان انا لما اتكلم حتى على الستة جنيه او العشر يعني جنيه. اللي بياخد جنيه معلش، اللي مأجر شقة وبيدفع فيها جنيه للمالك وبيدفع خمسة جنيه وبيدفع ستة جنيه، مش هقول اللي بيدفع 160 و180 جنيه للمالك في ظل الظروف الصعبة النهاردة، حياتك شايف انه برضو انه ده عدل مع لا. الاتفاق ان الظروف الصعبه لا مش دي في الحق يعني حضرتك بتقول ايه ذنب المستاجر وايه ذنب المالك برضه؟ مش عدل، ما عشان كده بقول لحضرتك يعني انا ماشي في سكه ايه. بس الاول انا مش عايز ننطلق من فكره ايه انه في طرف ظالم فلازم ننهي المساله. انا بتكلم في عناصر عشان نوصل لحل عادل. الحل ايه؟ بحيث انه لا نظلم ده ولا ده، لا نظلم المالك ولا المستاجر. حاضر، انا هقول لك الحل من وجهه نظري، بس عايز افسر الفكره في ايه. ان القيم الايجاريه اللي تبدو متدنيه الان واللي انا شايف انها يجب تعديلها خلاص، لكن في وقت انشائها كانت قيم عادله تمثل ميزه نسبيه اقتصاديه للمالك. حقيقي جدا. صح. بس الزمن اتغير. في عناصر كتيره الملاك بينكروها، منها على سبيل المثال وده كان منتشر جدا في الثقافة المصرية الشعبية، ها اللي هو خليه والرجل خلاص. يعني اقصد ان انت عندك عناصر لازم تبقى محسوبة في اطار التعديل. تقصد انه ده الدفع بالزبط. بالفعل بالزبط. يعني المستأجر كان وقتها دفع هذا الخلوه. هو دفع اللي دفعه يجيب دليل ان هو دفعه، اصل ده كان مجرد قانون. ما هو حضرتك لو قلت كده هقول لك برضو انا عندي قانون وعندي عقد ايجار ويبقى ما انا مش هزود القيمه الايجاريه. انت مصر ليه تحط العربيه قدام الحصان؟ يعني مش فاهم يعني ما دفعش. انا بقول لك دي يا استاذي هو انا بطالبك دلوقتي بالخلو ولا بقول لك انه في عناصر في القضيه لازم يا فندم اللي بتتكلم عليها كان اسمها مقدمات وسكن بيها. على فكره لما نتكلم احنا الاثنين لا انا هسمعك ولا انت هتسمعني ولا المشاهد هيسمعك. اتفضل يا فندم. وبالتالي فكرة ايه؟ ان احنا لما نتكلم على من حيث المبدأ
احنا متفقين على التعديل، انا شايف انه محتاجين تعديل، بس برضو برجع واكد على اي منطلق واي انحياز خلاص. لكن لما الاساتذه يتكلموا على انه لا ما فيش تعديل وانه انهاء، يبقى احنا بنتكلم كده على مساله تشريعات تمثل فتنه بين فئات المجتمع. فيما يتعلق بحل مؤقت او حل مبدئي ل يعني فك الاحتقام ما بين فئتين من فئات الشعب، انت بتتكلمي على القانون ده بيخضع ليه اماكن غير السكن، اولا اللي هي الاماكن المؤجره اداريا للوحدات بتاعه الدوله زي في بعض المدارس وبعض وحدات الخدمات زي لانه الايجار ما هو السكن بس. بالظبط كده. الوحدات دي من بكره، انا بقول لحضرتك من بكره حرروها، والدوله ممثله في ده. مين القطاعات اللي مأجره ايجار قديم؟ في حاجات كتيره، في شركات بترول مثلا مأجره اماكن اداريه مش عارف ايه يعني انا، وبالتالي في هيئه البريد. شركات البترول ما رفعتش السعر؟ لا. ما انا عشان كده بقول لحضرتك، هي الفكره في ايه؟ احنا لما بندرس القضايا بتاعت القضيه ديت لازم نحلل عناصرها، لانه انا عندي فئه السكن دي هي الاولى بالحمايه. في فئات اخرى انا بتكلم على انه خلاص نبتدي نحرر هذا العقد فيما يتعلق بوحدات الاداريه او الوحدات الغير اغراض السكنة زي المكاتب، العيادات، المحلات، وبالتالي يبقى انا بتكلم هنا على زياده القيمه الايجاريه للمالك عبر الوحدات غير السكنة. فيما يتعلق بقى بالسكنة، لما نيجي نتكلم على زياده القيمه الايجاريه، انا هتكلم هنا باي معيار؟ انا عندي عده معايير. اولا معيار انشاء المبنى نفسه، التاني معيار تاريخ العقد نفسه، يعني العقد اللي تم في الثمانينات غير اللي تم في السبعينات غير اللي تم في التسعينات، ثم المنطقه نفسها، المنطقه وضعها الاقتصادي، مستواها الاقتصادي، وبالتالي يبقى عندي مساحه ان انا اعمل زياده بنسب متفاوته حسب المنطقه. المعايير دي لما انا اجي اتكلم فيها في زياده القيمه الايجاريه، خاصه وانا بتكلم زي ما بيقول انه ديت عقود منذ زمن، يعني اللي شاغلين دلوقتي معظمهم اصحاب معاشات او ارامل او ما الى ذلك، وبالتالي اصبحوا محدود الدخل هم كمان، يبقى انا لازم اضع في الاعتبار ده، وتبقى الزياده تمثل زياده فيها عداله نسبيه لطرفي العلاقه. دي مساله اساسيه. تمام. طيب انا هرجع لك، بس الاول انا معايا عايز اعرف البرلمان ايه خطته بالنسبه لهذا الامر. استاذه هو الكلام كتير، هرجع لك يا استاذ عمرو ترد عليه. هرجع لحضرتك، بس خلينا نسمع الاول النائب عادل بدوي وكيل لجنه الاسكان بمجلس النواب. لسه معانا وقت، ما تقلقش يا استاذ عمرو. استاذ سياده النائب مساء الخير. مساء الخير يا فندم. سيادة النائب، أول حاجة عايز أعرف كيف ترى الجدل حول قانون الإيجارات القديمة؟ وأنا معايا ضيوف، يعني معايا المحامي الأستاذ محمد عبد العال بيقول القانون محتاج تعديل، معايا الأستاذ عمرو حجازي بيقول القانون محتاج يتلغي من أساسه. الأول أنا بحيي حضرتك وضيوفك الكرام. شكرا يا فندم. لطفا فينا يا فندم. أنا بس عايز أقول لحضرتك ان تديني فرصه، لان انا طبعا انا بعيد عن الاستوديو، فاتمنى اكون متواجد مع حضرتك. اتفضل حضرتك، تديني فرصه كامله. اتفضل يا فندم. اولا حضرتك في حته كنت انا طبعا الحديث كان بيتكلم، طب يا ريت بس تعلوا لنا الصوت شويه يا جماعه عشان الضيوف يسمعوا كويس. اتفضل يا فندم. الضيوف الكرام طبعا بيقولوا الزمن اتغير، والكلام ده طبعا غير سليم نهائي. في قاعده ما قاعده سريان القانون من حيث الزمان والمكان. وانت النهارده بتطلبي مني ان انا اكسر القاعده القانونيه، وان كل قانون بيسري لازم يسري على ما ابرم في ظل من عقود. مش معقول حضرتك ان انا اتعاقبت في ظل قانون 136 لسنه 81، وحضرتك النهارده بتقولي لي تعالي اسري عليه القانون المدني يبقى 6 لسنه 97. ما ينفعش. النهارده حضرتك في طعن حضرتك كان برقم 3، وده الكلام ده الاستاذ محمد يرجع له تمام، طعن رقم 3 لسنه 2002 من امام المحكمه الدستوريه اللي منشور في الجريده الرسميه بتاريخ 14/1/2002 العدد 47، اعترض على الماده 29 من قانون 136 لسنه 81 ان ما يمتدش عقد الايجار لزوجته ولاولاده وعدم دستوريه النص. المحكمه الدستوريه رفضت هذا الطعن وقالت ان دستوري، وذكر وكان مذكور في اسباب الطعن اللي هو قدم ان عقد الايجار ده مؤقت بطبيعته، لكن القانون
136 اللي اتوافقت عليه محكمة الدستورية انه ممتد صلة القرابة للدرجة الأولى. فكيف بعد ما رفض الطعن من الأحكام المحكمة الدستورية والنهارده بنقول انه غير مطابق للشرع، وان المادة الأولى من الدستور بتقول ان الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الرسمية للدستور وقد طعن أمامه بعدم مطابقة على الشرع ورفض. ازاي يا فندم؟ ازاي؟ تاني حاجة يا فندم، الشرع هو ما بيقول لحضرتك ان دي ما تورث. مين اللي قال لك ان ده تورث؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ بل ان المؤمنون عند شروطهم لا ينقضونها. ومن ثم جاء نص المادة 147 للقانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين. والاراده الامنيه كانت حسنه وكانت مبينه كويس. يبقى انتم رؤيتكم يا فندم رؤيتكم ايه في لجنه الاسكان لحل هذا الخلاف، لحل هذا الجدل الموجود حول الايجار القديم؟ هتعملوا ايه يا فندم النهارده؟ ان حضرتك لما تيجي تنكي عشان تقولي النهارده الراجل الست اللي هي النهارده تعتبر بات زوجها والنهارده بتربى اولاد، واجي اقول لها والله صح الربيع العقد واطلع بره، انا متجاي نائب حضرتك للاستاذ عمرو فهو برضه بوجه له الكلام، انا متجاي نائب عشان ارفع الاسعار على الناس، وجاي نائب عشان اطرد الناس من اللي هم غير قابلين اطردهم من بيتهم. سياده النائب، ما حدش دلوقتي بيطلب، سياده النائب بعد اذنك، دلوقتي لا حد طلب منك تطرد حد ولا حد طلب منك ترفع ايجار. انا بسال حضرتك سؤال. انا حضرتك معلش يا فندم، سياده النائب، الاستاذ عمرو، سياده النائب، سيادة النائب، يلغي القانون. سيادة النائب، سيادة النائب، القانون معناه ايه؟ سيادة النائب، احنا بنقول انهاء هذه العلاقة كويس، وفي الحل بتاعنا بنقول انها تلغى تدريجيا. ثانيا، ان هذه الست اللي هي الغير مقتدرة دي مسؤولية دولة، والدولة عليها ان هي تمولها من ايراداتها يا فندم. سيادتك قلت ان طب خلينا نسمع بعض، خليه يكمل هو فهم كلام حضرتك ازاي وترد عليه. اتفضل سياده النائب. هو انت حضرتك الدوله عندها القدره النهارده عشان خاطر حضرتك ان هي تقدر تكفي العدد بكل اللي متواجد؟ هي مديريه الدوله جاده احنا حطينا ضريبه التقسيم المضافه عشان نوفر 32 مليار، وجينا مع نفسنا وراكب الناس برد علينا من مجلس النواب عشان وافق على القيمه المضافه. سعادتك ما هتدفعي على الضريبه العقاريه. تقول لي والله كمان حمل الدوله تتحمل ايه؟ عشان خاطر ان انا النهارده انا مع حضرتك ان انا اعمل زياده تدريجيه للقيمه الايجاريه تدريجيه وحسب الشرايح المتواجده. ما ينفعش اللي هو مؤجل سنه 1950 زي اللي 60 زي اللي 70 زي اللي 80 زي اللي 90، وده اللي انا شايفه ان احنا نقدر. كويس، قول لي انتم لما اتكلمتم في لجنه الاسكان، معلش عشان وقتي برضو يا سياده النائب، قول لي انتم لما اتكلمتم في لجنه الاسكان ايه اللي انتم دلوقتي بتقترحوه من اجل يعني ارضاء المالك والمستاجر، ايجاد حل وسط، هتعملوا ايه؟ انا حضرتك لحد الوقت انا برضو عشان حضرتك تكون واضحين، حتى الان لسه ما دخلش هذا القانون، لان احنا ما دخلش القانون ولا احنا بدانا النقاش فيه، ولكن وجهه نظري انا كوكيل لجنه الاسكان الشخصيه وليست وجهه نظر اللجنه، وجهه نظر الشخصيه ان انا اعمل اتزان توازن بين المالك والمستاجر، ان انا احافظ على حق الراجل اللي هو اللي غير مقتدر، لن اقرب له ولن اكون ان انا اداه لقطع رقبه هذا الراجل. ازاي بقى هتحافظ على حقه ازاي يا فندم؟ اذا كان هذا الشخص النهارده حضرتك، اذا كان هذا الشخص النهارده ظروفه لا تسمح وغير موجود وان ما يقدرش، انا هبدا ان انا اعمل له نظام اتدرج بالشريحه بتاعت الايجار، لان النهارده برضه انتوا ممكن النهارده تطلع واحد، يعني في بعض الاقتراحات بتقول ايه؟ خلي بالكم احنا هنلم مبلغ وكل شقه من الشقق اللي موجوده هنحاول ان احنا ناخد منهم 5000 ونديها للدوله، امكن اجيب حوالي 50 تمام مليون. بس انا سؤالي مش كده، انا سؤالي عن القانون دلوقتي، هل انتم بداتم في الاعداد لهذا القانون ولا لا؟ لا لسه يا فندم ما بداتوش خالص.
لسه ما بدأناش خالص. امال في تصريحات كتيره من رئيس اللجنه فيما يخص هذا القانون، وانه القانون هيبقى فيه، يعني الاستاذ معتز محمود، وانه القانون هيبقى فيه حالات معينه لالغاء التعاقد، وانا عندي حتى الحالات دي اللي هو هيبقى فيها الغاء. كان هو قال على ثلاث شروط هيكونوا موجودين لالغاء هذا التعاقد، منها انه حد يكون عنده شقه ثانيه ماجرها في نفس المحافظه، منها انه حد يكون بيستخدم الشقه في غير السكن ثواني، ومنها انه هو يكون يعني في عقود ملكيه باسم احد الاقارب من الدرجه الاولى. هو كل دي وجهات نظر يا فندم، وحتى من الاستاذ رئيس اللجنه، ولسه حتى تاريخ حضرتك يا فندم لم يتم مناقشته في اللجنه خالص. يعني رئيس اللجنه بيقول وجهه نظره، لكن ما بيقولش اي حاجه ليها علاقه بمناقشات عندكم او اعداد فيما يخص القانون. لم يتم مناقشته نهائيا. ما عندك علم انه هذا الامر هيطرح في الدوره الثانيه ولا لا؟ طبعا يا فندم، طبعا هيكون هيدرج. وان كنت انا بقول ان يعني شايف وجهه نظري ان لا يطرح في دوره العقاب الثانيه، نظرا للظروف اللي بتمر بيها مصر، ولان في ناس عايزه تبقى في لغط في الشارع شويه، وانا شايف ان الموضوع ده هيعمل لغط في الشارع. انا عن نفسي شخصيا برفض ان هو يطرح في دوره العقاب الثانيه. بترفض انه يعرض في دوره العقاب الثانيه كمان؟ أنا برفض يا فندم. ده رأي حضرتك شخصي ولا رأي كل أعضاء اللجنة؟ رأي شخصي يا فندم، شخصي يا فندم. رأي شخصي لحضرتك، أشكرك. مفيش تنسيق بينكم وبين الحكومة في هذا الأمر، مش كده؟ طبعا. ما حصلش لسه. ما حصلش لسه يا فندم. تمام، شكرا لحضرتك سيادة النائب. أستاذ عمرو، هترد على مين ولا مين وعلى إيه ولا إيه؟ على كله. اتفضل. كويس؟ واسمح لي بعد كده اقول ان انا عايزه افتح الفرصه برضو، اعطي الفرصه للمشاهدين، لان طيب بدا يجي لي رسائل طيب بالفعل، وان طيب شاء الله في انتظار اتصالات حضراتكم. أول حاجة اتفضل يا فندم. هنيجي نقول انه كان لما انا قلت ان القوانين دي كانت ذات انها قوانين استثنائيه، ليه؟ لان القوانين دي منبتها الحقيقي كان قانون بيمنع حيازه المواطن اكثر من عين في البلد الواحد، وده كان قانون استثنائي. كويس؟ وجاءت المحكمه الدستوريه في سنه 97 ونسفت هذا الاساس الدستوري، فاصبحت القوانين 49 والقانون 106 بحكم المحكمه الدستوريه. اوكي؟ اصبح هذه القوانين هم والعدم سواء، لولا ان الدوله جعلتهم من النظام العام. كويس؟ عشان ما حدش يقدر يقرب لهم. كويس؟ ده الامر الاول. الموضوع الثاني، الامتداد لمره واحده. الامتداد لمره واحده لما يقول لك للزوجه والابناء والاب والام فيش كل ده. الزوجه والابناء الى ان ينقضي اخرهم اما بالترك او بالوفاه، دخلني في 120 سنه لقدام. لا مش صحيح. كويس؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ده صحيح وحقيقي. كويس؟ واعتبر اللي موجود وقت صدور القرار في العين، كويس؟ ايا كان هو مين، بمثابه المستاجر الاصلي، ولانه يدي حق امتداد بعديه. طرح حقائق مغلوطه سيؤدي الى لا دي حقيقه يا فندم. ما هو حياتك موجود ترد يعني عليه يا فندم. طيب نقطه القانون الجديد، يعني خليه يكمل فكرته وحياتك رد عليه. نقطه القانون الجديد، لولا القانون الجديد، هو ليه الدوله طرحت القانون الجديد ليه؟ لانها عجزت عن انها تبني وتفي احتياج الشعب، فبدات تلجا لهذا القانون الجديد، لانها عارفه ان التمليك ما ينفعش لكل فئات الشعب، فبدات تطرح الموضوع دوت. لولا ده ما كناش النهارده لقينا شقه بالايجار في القانون الجديد. كويس؟ كان زمان الناس مذبوحه في الشوارع ومش عارفه تلاقي شقه، ده مش غير التمليك. اوكي؟ عايز اسال حاجه، ازاي يبقى في قانونين لنفس الشيء؟ هل ده وضع دستوري؟ انا عايز اسال سياده النائب هذا السؤال. هل بقاء قانونين لنفس الشيء ده وضع دستوري يا سياده النائب؟ بس هو السؤال اللي بيطرحوه على حضرتك برضو عنه، لا وبيقولوا حضرتك المستاجر برضو اللي هو حاله بسيط جدا، عايز تعمل فيه ايه؟ عايز ترميه بره الشقه كده؟ لا يا فندم، ما انت لما تلغي التعاقد وتلغي القانون هتعمل ايه فيها؟ يروح فين هذا؟ ما ذنب المستاجر؟ زي ما تعامليني كمستثمر لها عندي ايه؟ ضريبه، وهي من الضريبه العقاريه اللي هتجنى على قد الثروه العقاريه الخامده اللي تفوق 49 مليار دولار. كويس؟ لو طلعت 10% منها انا هعمل حاجه كتير. هل انتوا بتخضعوا ايضا لقانون الضريبه العقاريه؟ لا يا فندم، اللي هو الناس اللي كده خارج هذا القانون. احنا كده خارج هذا القانون، انتوا خارج القانون. ده غير ان الثروه العقاريه نفسها بتهدر. ليه؟ لانها بتنهار لعدم الصيانه. كويس؟ الحقيقه الاضرار من كل النواحي. النهارده لما سياده النائب بيقول لي ما ينفعش علشان خاطر مصر، عشان خاطر ظروف مصر، لا انا لابد ابدا في الحل ده وابدا فيه بسرعه. لا هو بيقول لك انه غالبا مش او ان هو رايه انه رأيه ما يطرحوش في الدوره الثانيه. ليه يا سياده النائب؟ لان ده هيسبب دخل للبلد. وما هوش على حساب حد.
لان السكن حق لكل انسان، بس لابد افرق ما بين القادر وغير القادر، والدوله قادره انها تفرق ما بين القادر وغير القادر، لانها عرفت تفرق وتعرف مين ياخد التموين ومين ما ياخدوش. اذا في النهايه لابد انها تعرف تفرق ما بين القادر وغير القادر. غير القادر يدعم، يدعم من ضريبه الدخل بنسبه، اما القادر عليه دفع قيمه ما ينتفع به. واعتقد ده كلام فير، ما فيش اي اتنين يختلفوا عليه. ثانية. حتى في السكن مش بالضروره، لكن مش معقوله علشان خاطر مش حاجه مصالح، مصالح خاصه لبعض عليك. الناس يبقى على هذا القانون. يعني ايه مصالح خاصه؟ حليناها في يعني ايه مصالح خاصه؟ هجاوب حضرتك بالسؤال الثاني دوت. ليه حليناها في الاراضي الزراعيه وما حليناهاش في المشاهدين نحلها في السكن؟ ايوه، مصالح خاصه لمين يعني؟ لبعض الناس يا فندم، قياس من كبار، كبار البلد، من كبار البلد. قياس مع الفعل. اوكي، ليه يا فندم في الاراضي الزراعيه اتحلت؟ اتحلت ليه؟ عشان كان المستاجر هو الفلاح البسيط، وكان اصحاب الاراضي من صانعي القرار. فحلوها، اتوجدت الاراده السياسيه والارض اشد. تمام. طيب انا عايز اروح للاستاذ محمد عبد العال، بس الاول اسمحوا لي عايز اقول لكم بعض الرسائل اللي وصلت لنا. في حد هنا بيقول بعت لنا رساله اس ام اس بيقول مهمة جدا. هل كل شيء في جميع في البلد محدد؟ اشمعنى جايين على السكن اللي عايزين تحددوا له وتتدخل الدوله عشان تحدد؟ اي تدخل من الدوله يا جماعه بيحجم الناس عن البناء، مش هيبقى في وفره في المعروض. تمام. طيب في حد بعت لنا بيقول انا وارث عماره في مصر الجديده، ايجار الشقه 15 جنيه وموضوع الخلوات كانت ممنوعه وعقوبتها السجن، عندي تلت العماره مهاجرين من اكتر من 20 بالزبط. سنه شقق وبيقول ان هم مليونيرات بيقبضوا بالدولار، مش يعني مش فاهمه طبعا يقصد ايه بالجزئيه دي. يعني المستاجر يعني مقتدر، مقتدر لكن بيأجرها لان طبعا يعني مبقي عليها لانها ب 15 جنيه ولا حاجه يعني. طيب في برضو هنا بيقول العقود كلها كانت محدده المده في البدايه والقانون ابدها خلاها مؤبده. طيب دي او دول بعض الرسائل اللي جات لنا على الاس ام اس. الحل ايه من وجهه نظر حضرتك؟ بتقول لي انه لانك انت مع التعديل مش مع الالغاء، مع التعديل بحيث ايه اللي يعدل في هذا القانون؟ ايه المواد اللي شايف ان هي تكون عادله بالنسبه للمستاجر وللمالك يا استاذ محمد؟ انا كنت بس عايز ابدا من بعض الحقائق المغلوطه اللي قالها الاستاذ عمرو، بس يعني انا هتنازل عن الرد ده عشان نوصل لنتيجه يستفيد منها الناس، لانه انا عارف انها قضيه مهمه جدا، ويمكن المواطنين كتير دايما على فكره حتى التصريحات اللي حضرتك اشرت اليها ديت بتمثل عندهم قلق بالنسبه للطرفي العلاقه. اولا دي مش قوانين استثنائيه اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي، انا قلت لك ان مبادئها استثنائي. لا بص، انت قلت وجهه نظرك. طب خليه يكمل، خليه يكمل. ارتباط وسيط. اتفضل يا استاذ محمد، خليه يكمل بعد اذنك استاذ عمرو. اتفضل. دي مش قوانين استثنائيه، و الواقع بيقول ان الملاك ما بعد صدور هذه القوانين اقدموا على البناء. انا مش بتكلم على بنسبه قد ايه؟ خليه يكمل بس فكره يا استاذ يعني عمرو. هو ينفع ان انا كل نص جمله الاقي فيه جمله اعتراضيه؟ يعني اتفضل يا استاذ محمد. انت برضه بتقول كلام مش معلش، ده يعني ده رايه وسيبه يقول. خليه يكمل وجهه نظره بعد اذنك. اتفضل يا استاذ محمد، لان في ناس مستنيه على التليفون كمان. اتفضل يا استاذ محمد. انه انا عايز اوصل ليه؟ انه ما بعد القوانين وصدورها اقدم المالك وهو على بينه من عناصر القانون على البناء ملتزما بالحدود التي وضعها القانون. اوكي، دي مساله اساسيه في فكره التعديل او الالغاء. من حيث المبدا، اي حد هيتكلم على الالغاء ومن ثم التعديل وخضوع العلاقه الايجاريه اللي هو بيقول 70% من الشعب المصري لا يستطيع وليس عنده القدره الشرعيه على التمليك، وبالتالي الحصول على المسكن سبيله الوحيد هو الايجار، ها، يبقى انا بتكلم على انه هنا بدل ما في مظلوميه في القانون القديم على المالك، ها، بحط المستاجر ذبيحه من فضه على طبق من فضه للمالك في القانون الجديد اللي هو بقى حرر العلاقه الايجاريه وبقى يحدد القيم الايجاريه بحسب هواه ومزاجه دون اي معيار. احنا هنا بنتكلم على مستوى ايه؟ معلش اتفضل يا فندم.
اتفضل يا فندم كمل. احنا هنا بنتكلم على احنا هنا بنتكلم على قانون محدد بيتكلم على تحديد القيم الايجاريه وتحديد المده الزمنيه. هم دول الضمانتين الرئيسيتين اللي بنتكلم عليهم، خلاص؟ فيما يتعلق بتعديل القيم الايجاريه احنا بنقول من حيث المبدا مفيش اي مشكله في تعديلها باعتبار انه اصبحت قيم متدنيه، وبالتالي لكن ليبقى السؤال ما هو المنطلق وما هو الانحياز وما هي العناصر التي يجب الاتفاق عليها فيما يتعلق بتحديد نسب الزياده. تمام، اسمحوا لي معانا المشاهدين حابين يتواصلوا معانا. استاذه منى من الجيزه اتفضلي. يا استاذه منى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه ريهام؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه منى. انا عندي عماره في المهندسين في اول شهاد احسن حته من جامعه الدول، بلم العماره كلها 100 جنيه بس. كم شقة؟ العمارة متورثة. كم شقة يا أستاذة منى؟ ست شقق. 100 جنيه في الشهر. 100 جنيه في الشهر، والعمارة كلها متورثة لثالث واحد من الأب للابن، كلها متورثة، وعلى الرغم كلهم عندهم شقق ثانية وفيلات ثانية. وفيلات كمان. فيلات. عندهم. وواحد يعني وبيدفعوا إيجار مثلا كهرباء 1000 جنيه في الشهر في الشقة. هل يعقل ان هو يدفع 10 جنيه و8 جنيه ويدفع كهرباء 1000 جنيه؟ هل يعقل؟ تمام يا استاذه منى، انا بشكرك. شاديه من القاهره، اهلا يا استاذه شاديه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين اللي معايا لو سمحت الاسم؟ الاسم ايه يا جماعه؟ ده مش استاذه شاديه، اتفضل. الو؟ انا زوجها. طيب الاستاذ ايه يعني؟ انا زوجها ابراهيم ابو غالي من حلوان. اهلا يا استاذ ابراهيم، اتفضل. اهلا بك يا فندم. اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا بشتكي من خصوص القانون الايجار القديم ده، قانون ظالم. طب اصوتي التلفزيون يا استاذ ابراهيم لو سمحت. اتفضل. انا عندي حضرات التلفزيون، حضرات التلفزيون. اطفي خالص. فعندي شقه عماره في شارع حيدر في حلوان، الايجار بتاع الشقه 30 جنيه. الشقه في عندي شقه مقفوله بقالها النهارده 30 سنه وصاحبها مهاجر الخارج. اتفاوضنا معاه عايز منا 200,000 جنيه عشان يسيب الشقه. والشقه مقفوله مفيش فيها حد. متخرج بقاله دلوقتي حاليا 7 سنوات وعايز اجوزه، مش عارف اجوزه. ليه مش عارف تجوزه؟ ماديا ولا مش لاقي له كمان؟ مش لاقي له شقه. مش لاقي له شقه. شقه ب400,000 جنيه النهارده من فين؟ وانا عندي شقه مقدرها 30 ملكي وحلالي ومقفوله 30 سنه. 30,000 30 جنيه في الشهر ومقفوله، وعندي اثبات من الكهرباء والغاز بانه بقاله حوالي 32 سنه بالظبط. لا بيدفع غاز وواقف الغاز، ولا بيدفعش كهرباء وواقف الكهرباء. ممكن طب ثواني يا استاذ ابراهيم، حضرتك انا بكلمك كمحامي يا استاذ محمد، تتبنى قضيته؟ اتبنى. يعمل ايه برضه الاستاذ ابراهيم؟ يعني لما يبقى واحد سايب الشقه وقاعد 30 سنه بره وهو عنده ابنه فعلا له ملك وحرام انه يروح يدفع المبالغ دي بره. طبعا اكيد. احنا لما بنتكلم على الحمايه ما بنتكلمش على المستاجر المتعسف. وده جزء من المفروض يشمله التعديل، بمعنى طب بعد اذنك بس ثواني قبل ما نقفل مع الاستاذ ابراهيم، يعني نضعه في تواصل مع حضرتك ولا نعمل ايه؟ الكنترول يديله. معلش يا استاذ، عندي حاجه ده انا عايز اقول اتكلم فيها لو سمحت. اتفضل يا فندم. عندي محل في العماره متقدر ب 55 جنيه. والعماره اللي جنبي ايجارها 3500 جنيه، المحل نفس المساحه. المثال ده مهم. في فين العدل بقى بتاع دي النهارده؟ واحد مقدر محل بقاله النهارده 35 سنه ب 55 جنيه وبعد الزياده اللي جت الاخيره في قانون 96 و97 وجات لنا زياده كانت ب 12 جنيه ووصل لحد 55 جنيه. طب انا عندي ممتلكات، عندي 128 شقه ايجار قديم. بيجيبوا لي 3000 جنيه في الشهر. وانا راجل من ابطال 6 اكتوبر وقاعد مع المعاش في البيت، ما عنديش معاش. هل ال 3000 جنيه يكفوني علاج واكل وشرب لاولادي؟
اكيد لا. اشكرك. وعندي بنت ثانويه عامه بدرسها بس لوحدها ب 1500 جنيه. شكرا يا استاذ ابراهيم، طبعا يعني وضحت وجهه نظرك كويس قوي. استاذ محمد، طيب بس خلينا نرد مره واحده. استاذ محمد من القاهره، اهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا مدام ريهام. اهلا وسهلا. فا حضرتك ممكن بس تكتب نوتس ايه اللي عايز ترد عليه؟ اتفضل يا استاذ محمد. انا عايز اقول انه مفيش عقد ايجار يضر شرع ولا دين ولا دستور ولا في اي دساتير الدنيا. عقد ايجار بيبقى مدته مده طول عمر الساكن وطول عمر احد ابنائه. والقيمه الايجاريه هي القيمه الايجاريه وقت تعمير العقد. يعني القيمه الايجاريه من 60 سنه. يعني انا عندي شقه مثلا ب 5 جنيه تفضل الايجار بتاعها 5 جنيه لغايه دلوقتي. هذا العقد يجب انه يلتغي تماما ويتم تحرير عقود جديده في مده انتقاليه. ايوه المده الانتقاليه دي يتم تحرير عقد ايجار جديد بالمده الانتقاليه بقيمه ايجاريه تحددها الدوله بناء على مساحه كل وحده. بمعنى انه لو الوحده متكونه مثلا من 3 حمرات يبقى لها قيمه ايجاريه مثلا 600 جنيه او يعني القيمه تحددها الدوله. وعند نهايه المده الانتقاليه يتم تحرير العلاقه وتبقى العلاقه بالتراضي بين الساكن وبين المالك. احنا ما بنقولش ابدا ان احنا نمشي المالك. الكلام ده كلام فارغ. بيقول لك المستاجر تقصد؟ ايوه يا فندم. لان احنا عايزين نطلب السكان. ده كلام فارغ. المال دي عايشه معانا طول المده اللي فاتت دي. لكن العدل بيقول انه ما بقاش في ظلم مستمر بالشكل ده. تمام يا فندم. اذا كان المستاجر الغير قادر الدوله تعوضه من قيمه الضرائب العقاريه اللي سيتم تعصيمها على القيمه الايجاريه الجديده. تمام يعني يا فندم. وضحت يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. استاذه منى من اسكندريه، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا، اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. حضرتك احنا اصحاب بيت برضو وعندي 21 شقه في العماره وبلم من العماره دي كلها على بعضها 204 جنيه. اللي موجود يا حبيبتي فيهم حوالي 7 شقق مقفولين، واللي واخد شقه داخل اسكندريه وسايب الشقه دي هنا، واللي واخد شقه في القاهره، واللي عايش في امريكا، والكل اللي مع حضرتك اللي انا بلمه دهوت من 35 سنه 204 جنيه. تخيلي حضرتك. وبعدين لما تيجي وتعرضي على حد ان هو يسيب الشقه، لان برضه زي ما بقول لحضرتك وزي ما بيقول استاذ عمرو ان هي بتتورث، هي مش حكايه ان هو امتداد عادي، لا ده هو توريث فعلا. ان بتلاقي الزوجه ماتت ابنها دخل، ابنها مات. حياتك سامع بتقول هي بتوجه بتقول هو مش امتداد عقد، هو توريث فعلا. ايوه هو فعلا توريث. هو فعلا توريث يا فندم. ده تلاعب بالقانون والالفاظ، واخده بال حضرتك؟ فاللي بيحصل بقى ان هي العيله بتفضل تتوارث، والعيله ديت من 5 6 افراد على بال ما يموتوا يكون احنا متنا، على بال ما احنا نسترد الشقه، ودي طبعا مش هيحصل ان احنا نستردها. فتيجي حضرتك كمان بقى لما يحصل اي مشكله في العقار عايزه الصيانه، سيادتك ينسب ريقك على بال ما تاخدي منهم اي مليم عشان خاطر يشاركوا في الترميم، فبنضطر طبعا نسيب العماره كده. تعالي بقى شوفي حضرتك كمان اللي واخد شقه وقاعد في امريكا وسايبها من يوم ما اخدها، حضرتك ما دفعش مليم ميه ولا نور الا اللهم اللي هو ايجار عداد بس اذا كان بيدفعه. تمام. ايجار عداد او ايجار. تمام المية. شكرا. شكرا يا استاذه منى. حسن من القاهره، اهلا يا استاذ حسن، اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي انا عايز ارد على 3 حاجات يا فندم. اتفضل. كلام النائب الاستاذ عادل بيتكلم على الدولة. احنا اكبر حاجة اصدرتها الدولة من قانون مارس سنة 65 اللي الاستاذ محمد نسيه اللي احنا محكومين بيه لغاية دلوقتي، اللي هو ايه اللي عدل العلاقة ما بين المالك والمستاجر في الستينات. هو نسيه، بيتكلم على قانون سنة 78 وقانون 136. احنا لغاية دلوقتي محكومين بقانون الستينات. دي اول حاجة. حاجة تانية، النهارده مفيش مالك ممكن يبني ايجار عشان يسكن ناس يتحكموا فيه، وبالتالي الدوله هي اللي بتبني. احنا القوانين دي كلها هي اللي بتخلي الدوله تدفع وتضيع مواردها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاستاذ محمد، يا استاذ محمد انت بتتكلم على قانون 136 اللي خاص وحرر العلاقه ما بين المالك والمستاجر في الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنه، مش أغراض السكنة. قانون سنة 78 نفس الموضوع،
فين قانون سنه 65 اللي رجع الاجره؟ انا عندي شقه ب 410 سقف ومقفوله بقالها دلوقتي 8 سنين وعايز مني 50,000 جنيه عشان اقول له هرجع معلومات. بالنسبه للاستاذ عمرو، نقطه مهمه جدا، فعلا انهاء هذه العلاقه صحيح. وانا مع كل حاجه هو قالها. احنا بنتكلم كلام جرايد، ما بنتكلمش كلام واقع. احنا لو عايزين نبني بن ساكن، ندي الاحقية للمستثمرين اللي معاهم فلوس يبنوا ويستثمروا فلوسهم. احنا عاوزين نحقق عدالة اجتماعية، يبقى الساكن اللي كان بيدفع لي 4.10 جنيه سنة 62 اشوف اجرة الكهرباء اللي كان بيدفعها بقت كام دلوقتي، وحرر العلاقة الايجارية. انا مش عايز امشي ساكن، لكن لازم يكون عدل. شكرا وانا اسف. شكرا يا فندم. العفو. شكرا. طيب انا هاخد طبعا الكلمات الاخيره من حضراتكم، بس خليني اقول لك برده كام رساله من اللي جات لنا على الاس ام اس. في هنا حد بيقول لدينا عماره في حلوان، ايجار الشقه 2 جنيه ونص، والجيل الثالث من الورثه موجودين في الشقق، فاين العدل؟ هنا حد بيقول مطلوب مني 40,000 و50 جنيه علشان اشتغل في مش عارفه تجاره ايه، يعني موضوع تاني خالص. طيب حضرتك، انا مالكه افقر من المستاجرين، دخلهم اعلى من دخلي عشرات المرات، يدفعونا بين 12 ل 18 جنيه واحنا في منطقه الكربه، وانا علي ان اشتري بالالاف الجنيهات مصروفات لاولادي، اين العدل؟ ودخل الشقق لا يكفي بشيء. الخدمات زادت زي الكهرباء والميه والغاز، بيدفعها المستاجر والايجار ماله ليه مش زي الخدمات؟ حاجات بقى كتير من هذا النوع يا استاذ محمد. اقتراحك ايه علشان نحل هذه الازمه؟ وانت سمعت الملاك اغلب، احنا فتحنا بالمناسبه التليفونات، مش اول مره اسمع، توقعت يجي يعني تليفونات من مستاجرين ومن ملاك، لكن الحقيقه من الواضح ان الملاك بيعانوا. نعمل ايه علشان يعني الملاك مرة ايضا تليفونات يعني المالك يعني نظريا يمتلك ممكن مئات الالوف ان لم يكن اكتر حتى من الجنيهات، ولكن فعليا هو لا يمتلك شيء لانه الايجار بخس جدا. طيب يعني مبدئيا خلينا نقول ان فكرة تحرير العلاقة الإيجارية في ظل الدولة المصرية اللي بتعاني من أزمة إسكانية أو كارثة إسكانية، يبقى أنا بتكلم على أنه بحول الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور إلى سلعة تخضع للعرض والطلب، ستؤدي إلى نتائج كارثية فيما يتعلق اللي احنا شفناه، أنه المثال اللي قال عليه الأستاذ اللي هو قال أنا عندي محل ب 55 وجنبه ب 3500، 3500 بأي معيار؟ لأنه خضع للقانون الجديد اللي هو ملوش معيار. فأصبح هنا زي ما في تحديد في القيمة الإيجارية في القانون القديم، أصبح تحديد القيمة الإيجارية في القانون الجديد حسب الهوى والمزاج. فبقى عندي مشكلتين وازدواجية في التشريع. احنا بنتكلم في إطار محدد. بس خلينا نقول بعد اذنك سريعا لان ما بقاش معايا غير دقيقتين، دقيقه لحضرتك. اولا المستاجر، انا بتكلم عن حلول دلوقتي بالزبط. لا تظلم المستاجر ولكن تحقق العدل للمالك. ال 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 كل المكالمات بتتحدث في مسالتين، او دايما المشكله بتتحدث في مسالتين اساسيتين. المستاجر المتعسف اللي قافل الشقه، مسافر بقى امريكا مش عارف ايه، اي قصص بتتعدد، لكن احنا بنتكلم عن، انا بسميه المستاجر المتعسف. تمام. لابد ان يتم اجراءات حاسمه في القانون، تعدل اجراءات حاسمه في القانون بما يؤدي الى انهائه. كويس. الامر الاخر فيما يتعلق بتعديل القيم الايجاريه، انا مصر على انه يكون هناك عناصر لتحديد القيم الايجاريه بما يمثل تعادل او ممتاز. مساله عادله فيما بين الطرفين. دي واضحه. الكلمه الاخيره سريعه لانه تتر على الهواء. بسرعه. اولا احنا بنلبس الحقائق بالباطل الحقيقه في الموضوع ده هو. والحقيقه ان ارتباط العقد بعمر المستاجر مصيبه، لانه خلى النهارده المالك بيدعو على المستاجر وعلى اولاده بالهلاك. طب انا بس تاني على كده هو، تاني على كده هو، انا كل اللي بطلبه النهارده من الساده ايوه ايه هو؟ النواب، كويس، أن يطبقوا ما جاء في الدستور، وأن يكون في تحرير العلاقة في فترة انتقالية. شكرا لحضراتكم الأستاذ عمرو حجازي والأستاذ محمد عبد العال. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم. تصبحوا على خير. أشوفكم يوم السبت إن شاء الله. شكرا.